رئيس الجمهورية جديد منه الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية الإنقاذ يلتقي بممثلي البرلمانيين لحزب الحركة الوطنية الإنقاذ ليناقش معهم العديد من القضايا السياسية. والعديد من الوزارات تشهد عملية تسليم وتسلم المهام بين الوزراء السابقون والجدد. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضاء التاجين نقدم لحضرتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. غادر اليوم رئيس الجمهورية جريد بيتنو وبرفقته سيدة البلاد الأولى البلاد متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في زيارة خاصة إلى دولة فرنسا تستغرق عدة أيام. ولدى مغادرته العاصمة جميعنا كان في وداعه بمطار حسن جاموس الدولي عدد من الشخصيات، في مقدمتهم وزير الدولة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلواكا سيريكو ماكوي وبعض أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة إنجمينا. دعا رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو البرلمانيين لحزب الحركة الوطنية الإنقاذ إلى مأدوبة عشاء بقصر بوركينا، وذلك بهدف مناقشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. عثمان عبد الغني إدريس والمزيد من التفاصيل. مأدبة عشاء على شرف برلماني الحركة الوطنية للإنقاذ والكتلة البرلمانية المتحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ. مأدبة العشاء قدمها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ بقصر بوركينا، ويعتبر هذا الاجتماع أول اجتماع سياسي منذ إعلان واعتماد الجمهورية الرابعة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بقصر 15 يناير بتاريخ 4 مايو عام 2018. المناسبة حضرها الدكتور هارون كبادي رئيس الجمعية الوطنية والنائب الأول للجمعية الوطنية موسى خدام ومحمد زنبدة الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة، وبحضور عدد كبير من المسؤولين لا سيما برلماني الحركة الوطنية للإنقاذ والكتلة البرلمانية الأخرى الأحزاب المتحالفة. في بداية الحفل وقبل مأدبة العشاء تحدث رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ السيد علي كلوتو شاكرا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس على جهوده الجبارة والمتتالية من أجل مستقبل البلاد ولم شمل أبناء الوطن من خلال التحالف والتضامن للأحزاب السياسية مع الحركة الوطنية للإنقاذ، كما أكد بأن المجموعة البرلمانية المتحالفة مع الحركة واقفة دائما جانب الحركة الوطنية للإنقاذ وفي مسيرتها السياسية من أجل تشاد آمنة ومستقرة ومزدهرة. أقب كلمة الشكر التي قدمها السيد علي كلوتو رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ تناول ناصية الحديث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس الحكومة والرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ شاكرا أول جميع الحضور الذين لبوا هذه الدعوة الأخوية والوطنية، مؤكدا لمسؤولي الحركة والبرلمانيين والمجموعة المتحالفة بأنه يعمل دائما من أجل أمن واستقرار تشاد. وقال باسم الحركة الوطنية للإنقاذ نشكر جميع الأحزاب السياسية الأخرى التي تحالفت وما زالت متحالفة مع الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل نهضة تشاد. وأشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالملتقى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية الذي عقد مؤخرا والذي خرج بنتائج مثمرة والتي تخدم مصلحة البلاد والمواطن. وخلال خطابه دعا فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو جميع البرلمانيين الاستعداد للانتخابات المحلية القادمة وتوعية المناضلين بالانتخابات القادمة. أخيرا طلب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من الجميع لا سيما البرلمانيين الذهاب إلى المدن الكبرى والأقاليم والقرى وإلى جميع المناطق من أجل توعية المواطنين بالانتخابات التشريعية القادمة، علما بأن مأدبة العشاء شهدت تضامنا وتكاتف وتقوية المسيرة السياسية بين الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة معها من خلال هذا اللقاء الذي جمع برلماني الحركة الوطنية للإنقاذ والمجموعة البرلمانية المتحالفة معها. شهدت وزارة التعليم العالي عملية تسليم وتسلم المهام للحقيبة الوزارية بين الوزير السابق الدكتور مالو بيون أدري والوزير الجديد البروفيسور زكريا فضل كتير، كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور محمد صالح الحسين والمزيد من التفاصيل.
تم التسليم والتسلم بين وزير التعليم العالي والبحث والابتكار السابق دكتور بويوم مالو أدريا والوزير الجديد البروفيسور زكريا فضل كتر. كان ذلك بحضور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور وعدد من المسؤولين في التعليم العالي. الوزير السابق دكتور بويوم مالو أدريا من جهته شكر جميع العاملين بالوزارة على التعاون معه خلال الفترة الماضية ودعاهم إلى مساندة الوزير الجديد من أجل إنجاح أعمال الوزارة. أما الوزير الجديد البروفيسور زكريا فضل كتر في كلمته شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها إياه وتعيينه على رأس هذه الوزارة، كما حث العاملين على التعاون بإخلاص وجدية. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم إيزانا ببدء العمل، وأيضا سلم الوزير الجديد المستندات التي تتضمن أهم بنود دستور الجمهورية الرابعة. كما سلم الوزير السابق للتربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل حقيبة الوزارة لخلفه أبو بكر الصديق شرومة. كان ذلك بحضور الأمين العام للحكومة مريم محمد نور وعدد من المسؤولين بالوزارة. محمد حسن عبد الرسول. عقب أن قضى 4 سنوات على رأس وزارة التربية الوطنية، أحمد غزالي أصيل الوزير السابق لوزارة التربية الوطنية يسلم مهام الوزارة للوزير الجديد أبو بكر الصديق شرومة. في مستهل هذه المناسبة الوزير السابق أحمد غزالي أصيل سرد الإنجازات التي حققها لصالح وزارة التربية الوطنية خلال 4 سنوات الماضية، مطالبا الوزير الجديد بتنفيذ ما تبقى من مشاريع وبرامج لترقية العملية التعليمية، مناشدا العاملين بالوزارة الوقوف مع الوزير الجديد لتحقيق الأهداف. من جانبه الوزير الجديد أبو بكر صديق شرومة شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحت إياه لإدارة حقيبة وزارة التربية الوطنية، مؤكدا بأنه سينفذ خطة رئيس الجمهورية تماشيا مع الجمهورية الرابعة. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر تسليم وتسلم المهام بحضور الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور. وننوه بأن الوزير أبو بكر صديق شرومة قد شغل هذا المنصب في السنوات الماضية وكان سفيرا لتشاد بدولة قطر. ونبقى في مناسبات التسليم والتسلم، وهذه المرة بوزارة إصلاح الأراضي السكن والتمدن والذي بدوره برنباس الوزير السابق سلم المهام الوزارية لخليفته أشتا بريما. تفاصيل أوفى مع هارون أب آدم. بحضور الوزيرة الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور جرت مراسم حفل تسليم وتسلم حقيبة وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن بين الوزير السابق سيميابي برنباز والوزيرة الجديدة أشتا أحمد بريمي. وقد تحدث الوزير السابق قائلا إن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت البلاد أثرت سلبا في عمل الوزارة، وذلك بتسبب بعض العراقيل، كما أسفرت عن شح للموارد المالية. ورغم ذلك هناك تقدما قد أحرز وخاصة على المستوى الإداري، بحيث تم اعتماد الهيكل الإداري الجديد للوزارة وفق النظام الجديد الذي ستعمل به الجمهورية الرابعة، ووضع الإطار المرجعي للملكية العقارية وإصلاح النافذة الموحدة وخطة هدم المباني العشوائية في إطار تمدن المدن الكادية. كما تم إحراز تقدما كبيرا في مشروع استصلاح بحر لينياء، وأبرمت عدة اتفاقيات مع الشركاء لتمويل مشاريع الإسكان. وأشار إلى ضرورة وضع آلية مشتركة مع السلطة القضائية والسلطات التقليدية لمواجهة تحديات النزاع بسبب الأراضي. أما وزيرة استصلاح الأراضي السكن والتمدن الجديدة أشتا أحمد بريمة التي تستلم مهامها رسميا قدمت الشكر والثناء لرئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو الذي وضع الثقة على شخصها بتعيينها على رأس هذه الوزارة، وناشدت الطاقم الفني بالوزارة بإبراز روح التعاون والشعور بالهم الوطني ومنح الأولوية القصوى للعمل من خلال حشد الطاقات وتسخير كل المعارف الفنية والتقنية من أجل إنتاج عمل مثمر يحقق طموحات الجمهورية الرابعة. وعقب ذلك تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم من قبل الأطراف الثلاثة، وسلمت الوزيرة الأمين العام المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور دستور الجمهورية الرابعة إلى الوزيرة الجديدة. نظمت جمعية البدو الرحل بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الصحة ورشة تدريبية حول الأمراض الثلاث السل المعالجة والأيدز. كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى بلدية نجمينة الدقو يعقوبة وعدد من المستفيدين. التقرير التالي لابتسام عبدالله وقراءة روضة صالح.
من أجل صحة وسلامة المواطنين من الأمراض الوبائية الخطيرة وللقضاء عليها، جاءت هذه الورشة التي نظمتها جمعية البدو والرحل بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الصحة وتحت إشراف وزارة الصحة العامة، وذلك بهدف مكافحة الأمراض الوبائية الثلاث: الإيدز، الملاريا والسل في 10 أقاليم. في كلمته الافتتاحية، رئيس جمعية البدو والرحل مبشر صالح عمر قال بأن هذه الورشة تعتبر الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاق المبرمة بين الجانبين لمدة 5 أشهر. 1. الإشراف على تدريب الكوادر لخدمة المجتمع. 2. المساهمة في صياغة آلية لنشاط المجتمع. 3. متابعة المكاتب الفرعية للمفوضية في الأقاليم. 4. تقديم تقارير لإدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة العامة. وممثل مدير إدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة العامة غوربشان سليمو قدم هو الآخر نداء للشركاء من أجل مكافحة الأمراض الوبائية الخطيرة، ويجب تضافر الجهود ومشاركة الجميع للقضاء عليها. بدوره مندوب الحكومة لدى بلدية جمينة الدق يعقوب قال بأن الحكومة التشادية وضعت جل اهتماماتها وأولوياتها في صحة وسلامة المجتمع، مضيفا بأن المرحلة القادمة ستشهد تطورا ميدانيا بمشاركة المجتمع المدني والزعماء التقليديين ورجال الدين، وذلك ضرورة حتمية للقضاء على كل الأوبئة وتحقيق السلام للمجتمع. نظمت وزارة الصحة العامة دورة تدريبية حول تقييم المختبرات الطبية، كان ذلك بوزارة الصحة العامة. الأمين العام للوزارة حامد جبر هو من افتتح أعمال الدورة. فتحية يوسف. تعد فئة الشباب من أهم الفئات التي تعمل على بناء تنمية المجتمع، فهي عموده الفقري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وذلك لما يتمتع به من القوة والطاقة والحيوية. وبهذا الصدد فقد نظمت جمعية لجنة تطوير التطوع في تشاد CDVT ورشة تفاكرية لتبادل الآراء والأفكار بين المشاركين حول تطوير أنشطة الجمعية التطوعية. رئيسة الجمعية خديجة عبد الرحمن كوكو أثنت على جهود شباب الجمعية في العمل التطوعي الذي يقدمونه لخدمة وطنهم، وأن الهدف من هذه الورشة هو إعلام مختلف الجهات الفاعلة والداعمة للجمعية لتعزيز العمل التطوعي في تشاد، وكذا إبراز خبرة الشباب وإظهار مهاراتهم في مختلف المجالات من أجل بناء مشروع حياتهم. بدوره ممثل وزير ترقية الشباب والرياضة والخدمات، أشاد بجهود الشباب المبذولة في مجال العمل التطوعي الذي يرمي إلى تنمية المجتمع، مطالبا من المشاركين الأخذ بكل الآراء والأفكار المقدمة خلال الورشة وتنفيذها على أرض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التفاكرية تستمر فعاليتها ليومين على التوالي. قدم حاكم إقليم السلامات محمد الدين الحاج يحيى رسالة رئيس الجمهورية المتعلقة بمخرجات الملتقى الوطني الشامل واعتماد دستور الجمهورية الرابعة، كان ذلك لسكان حرس منقدين. عبد الشافي الدود. قام مؤخرا حاكم إقليم سلامات محمد زين الحاج يحيى بزيارة ميدانية بمقاطعة حرز منغي، وذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين. وأثناء زيارته قام الحاكم بتوعية السكان حول أهمية الأخبار السياسية التي قدمها فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة أبشة في 8 أبريل المنصرم. وخلال المناسبة أشار حاكم الإقليم محمد زين الحاج يحيى إلى ضرورة الوحدة، حاثا المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين والعسكريين بتنفيذ القرارات التي تمنع استعمال السيارات الحكومية في المصالح الخاصة، وكذا منع المحطات العسكرية في الطرق الرئيسية داخل الإقليم، كما حثهم على التعايش السلمي بين أبناء المنطقة، مشيرا الحاكم إلى سلطة الجمهورية الرابعة والتزام القرارات والتوصيات التي خرج بها الملتقى في 29 أبريل الماضي 2018. عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبد الله حملة لدعم الاقتصاد لا سيما في الدائرة الثامنة. محمد حسن آدم.
مواصلة لأنشطة الحملة التوعوية التي أطلقتها خلية التفكر والتوجيه ودعم الاقتصاد التشادي كروزيتا الرامية إلى توعية المواطنين حول الاهتمام بدفع الضرائب وتسديد الاشتراكات الشهرية والسنوية للبلديات والإدارات الحكومية. جاءت هذه المناسبة التي جمعت عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى عبد الله مع رجال الأعمال والتجار إلى جانب رؤساء الحارات والمربعات، وذلك بحضور خبراء وفنيي الإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية والميزانية، والذين شرحوا للحضور الإجراءات والمعاملات الإدارية الخاصة بدفع الضرائب والاشتراكات الشهرية. أصل منظمة كروسيت جات تسيل لنا الموبيليزاسيون عشان تجي تكفوا بالكثرة ده، بس أصل عليهم لموك هني عشان أنتوا كنا تفهموا شغل التلمو ده بمشي وين. كما أكد بعض من التجار ورجال الأعمال بالدائرة وقوفهم بجانب البلدية لتحقيق أهدافها المنشودة. ونحن كلنا دائما مع واجب أن ندور أي ناس الأعمال الشركات واجب دائما يقوفوا يحزموها. سنادم واحدة ما يبني بلد إلا ناس يتكاتفوا. ننوه إلى أن مثل هذه الحملات التوعوية والتفاكرية تسمح للمواطنين معرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. شهدت جامعة الملك فيصل افتتاح مهرجان للطالبات، وكذا افتتاح معرض خاص للطالبات وضع تحت شعار دور المرأة في المجتمع. كان ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطالبات وعدد من المدعوين. تفاصيل أوفى مع منى حسن سكايا. إن المرأة لا يمكن تجاهلها أي مجتمع من المجتمعات الحضرية، وذلك نظرا لدورها الهام الذي تلعبها المرأة في شتى مجالات الحياة، وتعكيدا لهذا الدور الفاعل وتعزيز مكانتها في المجتمع، جاء تنظيم مهرجان طالبات جامعة الملك فيصل بالتنسيق مع أمانة النشاط الطلابي بجامعة تحت شعار مهنتي موهبتي. وخلال هذه المناسبة ألقيت كلمات عدة، منها كلمة أمينة الشؤون الطالبات بجامعة الملك فيصل ومنسقية شؤون الطالبات، رحبنا بالحضور وقلنا إن دور المرأة المتعلمة في المجتمع في غاية الأهمية، ويحق لها أن تواصل دراستها في المراحل التعليمية والجامعية. وفي كلمتها التي ألقتها نائبة عمادة شؤون النشاط الطلاب بجامعة الملك فيصل عائشة أمين عشر، قالت إن الاهتمام بالمرأة والسعي إلى إزالة الجهل والأمية هو الركن الأساسي في العملية التنموية. ومن جانبه تداخل الدكتور عبدالله بخيت صالح رئيس جامعة الملك فيصل وقال إن المرأة في المجتمع الشادي تأخذ مركز الصدارة. دور الطالبة المتعلمة في المجتمع دور مهم بلا شك، إذ تعتبر النساء المتعلمات هن الأكثر قدرة على الانخراط في نشاطات إنتاجية. هذا وفي نهاية المناسبة توجه الرئيس جامعة الملك فيصل والوفد المرافق له إلى المعرض للوقوف على الأجنحة والمعروضات الخاصة بالطالبات الجامعة، حيث يشمل النشاط الطلابي معرضا وندوات علمية لبعض الصناعات اليدوية واللوحات الفنية الجميلة التي قمنا بإعدادها طالبات جامعة الملك فيصل. نختتم النشرة بقراءة هذين المرسومين. المرسوم الرئاسي رقم 1323 يقضي بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين السيد كارليبي بايمي دوبي أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا للسيد جان برنار باداري الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. الدكتور محمد النظيف يوسف عينا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية نائبا خلفا للسيد فيصل حسين حسن أبكر الذي تدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية، إن هذا المرسوم يثري حيث التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما يشتر وسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية، حرية في نمينا في 11 مايو 2018 التوقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رقم 1324 يقضي بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين السيدة بناتا تشالي سو مديرة للمكتب المدني لرئاسة الجمهورية خلفا للسيد عيسى علي طاهر الذي تدعي لشغل وظيفة أخرى. السيد إبراهيم محمد
جمال الدين عجن مديرا للمكتب نائبا لمدير المكتب برئاسة المكتب المدني برئاسة الجمهورية خلفا للسيدة أميرة إدريس. المادة الثانية إن هذا المرسوم يسري تفعيله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه كما ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. حرر في نجمينا في 11 مايو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. بقراءة هذين المرسومين ننهي معكم هذه النشرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.